يعطيكم العافية يا شباب، شو الأخبار؟ أنا لساتي بستنى فيكم زملائكم عشان نبدأ الشرح. خلينا نستنى شوية صغيرة معلش ونشوف كيف تصير الأمور. ماشي الأمور يا شباب، خلينا نبلش إن شاء الله. الله يصبحكم بالخير، يعطيكم العافية. يعافيك دكتور. هذا الجزء الأخير من المادة اللي بيحكي عن اللوجيك فاميليز، فبدنا نبلش فيه في بريف انترودكشن عن الاي سيز، عن الشغلات الموجودة في قلبها، كيف تنعمل اللوجيك جيتس، عن الانتجريشن، شو بنسمي الانتجريشن هاي. رح نحكي كمان عن بعض الكاركترستكس اللي بتخص اللي اللوجيك فاميليز، بعضها يعني مش موجود، لم يعد يستعمل فعليا، بعضها لا زال يستعمل، بعضها مناسب لاشياء اكثر من اشياء اخرى. فهذا هو رح يكون الموضوع تبع اليوم وبكره ان شاء الله. الماده اللي تاعت هذا الماده تاعت هاي الجزء من الكتاب اللي بيغطي هاي المادة هو chapter 10 في كتاب موريس مانول 4th edition. مهم هون انه تنتبهوا انه النسخة الخامسة ما فيها هذا chapter. النسخة الخامسة من الكتاب موريس مانو اللي احنا بنستعملها ما فيها هذا chapter. هذا الشابتر بس بالفورث إديشن. بوفر لكم إن شاء الله للكتاب أو لينك إله والسلايدات هاي أيضاً برضو بوفر لكم إياها، مع أنها انضمت على الملف القديم، لكن لأن الملف القديم أصلاً كبير بحاول أحطها ملف جديد لحالها. على كل الأحوال، فمر علينا في هذا الكورس كيف إنه إحنا بنعمل هاردوير ديزاين ونعمله ديزاين عن طريق سوفت وير كود، مشان بالنهايه اصنعه واعمل ترانزستور واصنعه على السيليكون. فبنهايه الامور حتى مع تعاملي مع الدوائر من ناحيه لوجيك، هذا اللوجيك الكومبلكس سيركت الكبير اللي مكون من جيتس، الجيتس مكون من ترانزستورز، والترانزستورز لازم تصير سيليكون في النهايه او تنصنع من سيليكون. ففيش مجال غير نروح باتجاه الالكترونكس. رح نروح باتجاه الإلكترونيكس ونشوف كيف ممكن إنه أركب الترانزستورز مع بعض بحيث إنه تعمل لي functional AND gate, NOR gate, NAND gate أو whatever أي types of gates possible. نيجي بالأول بس لشوية terminologies. ICs abbreviation أو اختصار ل integrated circuit أو دائرة مدمجة. للعلم بس الباكيج اللي بنشوفه من برا هذا الأسود اللي بنشوفها بالبرة هي عبارة عن باكيج خارجية، يعني مش كل المساحة اللي هون موجود في داخلها إلكترونيات. الإلكترونيات موجودة في دائرة صغيرة جدا، بس هون هاي مساحة صغيرة جدا. فالباكيج هو عبارة عن باكيجينج، وعلى أساس إنها الآي سي تكون تتناسب مع الهاندلينج، ممكن إنه تعمل إنتجريشن وتحط الآي سي بشكل أصغر أو تكون جزء من دائرة ثانية.
فكلياته هذا الكبير مش هو الدائرة فعلياً، دائرة جزء منها. طبعاً هاي الصورة احنا شفناها في الـ Read Only Memory، خاصة الجزء المكشوف اللي احنا بنمحي محتوياته عن طريق الـ Ultraviolet Light. تمام؟ تواري بس. الشباب برا مختين راحتهم على الآخر بالصياح. تمام؟ هاي عبارة عن الانتجريتد سيركت، هذا عبارة عن الباكيج. طبعاً الباكيج بيكون بعدة أشكال حسب الانتركونكشنز، يعني على سبيل المثال هاي الـ 8086 chip 40 pin بسموها dual inline package، يعني بيجي الـ pins connections، البن كونكشنز يجي هيك على الطرف زي ما انتم شايفين. حتى البنز هاي لها عده اشكال وعده اصناف، في منها مثلا لما انت تزيد عدد الكونكشنز تكون دائره تاعتك مور كومبلكس، ما بتقدر انك تجيب اي سي طولها شبر وتحط الكونكشنز على الاطراف، يعني بتصير عمليه صعبه. فبلجأوا لانه يحطوا الكونكشنز اسفل الاي سي زي هاي. هاي اسمها بي جي اي، مش يعني ما حد يخلطها مع البي جي اي اللي أخذناها وأخذنا التركيب عليها، شو المحتويات اللي فيها، اسمها Program FPGA Field Programmable Gate. هاي اسمها BGA، B من Boy. هاي معناها Ball Grid Array، لأنه كل واحدة من الكونكشنز اللي هون زي الكرة Ball، بول جريد اري. وطبعا طريقه الكونكشن تاعتها على البورد اصعب بكثير، سواء من ناحيه الفك او التركيب او حتى الناس اللي بيشتغلوا بالالكترونيات بالموبايلات بدهم يفكوا اي سي زي هيك او يبدلوها، او يعني طريقه شغلها مش بالسهوله تبعت الديوال ان لاين باكج. لكن بالنهايه يعني هاي البنز كلياتها لازم تتوصل بطريقه او باخرى. تمام؟ ف regardless عن نوع الباكيج، في عندك الكترونكس موجوده هون. كيف هاي الالكترونكس مربوطه مع بعض؟ بتعطيك certain characteristics، certain amount of voltages of currents. لما درست مختبر اللوجيك تعلمت انه معي الزيرو فولت يكون من هذا الرينج لهذا الرينج، مثلا من 0 ل 9.1، او انه الاوتبوت مسموح لي يكون مثلا فوق من 2.4 ل 5 بعتبر لوجيك 1. So logic 0, logic 1 has to be translated into some sort of voltage levels. لأن مين قال إنه لازم logic 1 يكون 5 فولت؟ ليش مش 6؟ ليش مش 4؟ ليش مش 3؟ يعني مين قرر إنه 5؟ قرر الشغلة هي طبيعة التركيب الإلكتروني الجيت نفسه، الترانزستورز الموجودة فيها، طريقة الانتركونكشنز مع بعض. وطريقة الانتركونكشنز هاي مع بعض راح تحكم لك بأشياء كثيرة، مش بس voltage levels أو noise margin أو أشياء كثيرة أخرى. تمام؟ فهذا هو موضوع الشابتر الحالي اللي احنا ندرسه. رح نتعلم الكاركترستكس المختلفه هاي، ونشوف بعض انواع الانتركونكشن ما بين الديفرنت او ترانزستورز، الريزستورز اللي فيها، الديودز اللي فيها، ونشوف كيف هاي الكاركترستكس بتاثر على الفانكشناليتي تاعت الجيت. وبعدها راح نشوف شو انواع الترانزستورات المستخدمه، باي بولار جنكشن ترانزستورز ولا فيلد افكت ترانزستورز، وشو الفرق ما بين الكاركترستكس المختلفه للجهتين. فراح يكون على قسمين هذا الجزء او هذا الشابتر، محاضره اليوم محاضره بكره، وان شاء الله راح احاول ان ابسط لكم الامور قدر الامكان. بعض او كل الاي سيز، مش بعضها، بيكون موجود عليها ليبلز. ماشي، هاي الليبلز تحكي لك مثلا رقمها، الفيرجن تاعها، احيانا من الرقم انت ممكن تعرف اللوجيك فاميلي. على سبيل المثال اذا بتذكر في مختبر اللوجيك جميع الاي سيز اللي انتم استخدمتوها بتبلش بالرقم 7 4،
هذا له دلالة معينة. فالفورماتس لهي الأرقام بتدلك مش بس على إنه شو محتويات هاي الجيت، إنها AND ولا OR ولا NOT ولا NAND أو whatever، لا بتدلك كمان شو طريقة التكنولوجيا أو الفابريكيشن تبعها، وبالتالي أنت ممكن تعرف الـ different characteristics. خلينا ندخل على هاي الكاركترستيكس ونشوف شي هي. ومثلا هون من الكاركترستيكس هاي على سبيل المثال اللي هو whatever changes depending on the way I construct my circuit. على سبيل المثال عندنا هون أربعة: fan out, power dissipation, propagation delay, noise margin. هذول أربعة مش هم كلياتهم الكاركترستيكس، لكن أربعة ممكن إنه يعطونا صورة كويسة عن كيف طريقة التركيب بتؤدي لاختلاف في العمل، مش من ناحية اللوجيكال لكن من ناحية الإلكترونيك بارت. فعلى سبيل المثال لو رحنا ل لوحة صغيرة تبعنا اللي هون، وعلى سبيل المثال جينا هون للوجيك جيت على سبيل المثال هيك، على سبيل المثال الواحد عامل هذا الشكل. تمام، هذا input خارجي somewhere، نفس الاشي هون كمان gate بنفس الشكل. الى اخره على الورق نقدر نرسم اللي بدنا اياه، لكن على ارض الواقع واجي اركبهم ممكن تحصل مع مشاكل ولا لا بالنسبه لهذا الجيت. السؤال الان كالتالي: how many gates can I connect to an output of a single gate؟ الآن الوضع كالتالي: إنه في عنا هون current، هذا الكرنت بده يتوزع على الجيتس الموجودة هون، فكل ما أكثر الجيت كل ما هذا الكرنت بده يتوزع بزيادة، وزي ما أنتم عارفين إنه لازم مجموع الكرنت اللي خارج تكون تساوي مجموع الكرنت اللي داخل، فكل ما أنا أحط devices بزيادة أنا قاعد بسحب current من الgate. How much current is enough to ensure that all gates work properly؟ هذا عبارة عن اسمه fan out، على الورق ما بنهتم فيه، لكن من ناحية التركيب لما بدنا نيجي نركب السيركت فعليا مشان أعمل product معين هذا الكلام لازم أهتم فيه. مش أي design على الورق بيشتغل من ناحية logic ومن ناحية mathematics ممكن إنه يزبط. تمام، ف how many gates can you connect؟ 3 gates، 4 gates، 5 gates، بيعتمد كلياته على التركيب. هذا المصطلح اسمه fan out. طبعا في وحده مقابل لها اسمها fan in، ماشي الحال ممكن نيجي نحكي عنها، بس هذول الاربعه اللي بدنا احنا نناقشهم. So the number of standard loads gates that can be connected to the output of the gate without degrading its normal operation، دون ما نغير على الفانكشناليتي تاعته. Another factor في الجيتس وطريقه التركيب تبعها اللي هو power dissipation. How much power are you consuming؟ طبعا الرينج في الملي وات في هاي الحاله. فكل ما كان استهلاك الجيت الواحده من الباور اعلى بيكون استهلاك الدائره اللي عندك اعلى من الطاقه. فانت ممكن تحكي وين المشكله؟ المشكلة إنه if you increase the number of gates then you are going to increase the required power. As long as you have continuous source of power or infinite source of power rather ما في عندك مشكلة، لكن المشكلة لما يكون في عندك أنت limited amount of power زي power اللي جاي من البطارية. فال efficiency في logic gate باستهلاكها شيء مطلوب، خاصة بالنسبة ل الأجهزة المتنقلة اللابتوبس وإلى آخره. ما عندنا دائما إحنا infinite amount of power، بهمك دائما يكون الباور أقل ما يمكن. طبعا بالمقابل
انت بتقلل استهلاك الباور اللي عندك، اوكي فاين، هل راح يكون لهذا اي تاثيرات سلبيه اخرى مثلا زي ايش له علاقه في سرعه السويتشنج للجيت، عندكم مثلا هوم بروباجيشن ديلي، هاو فاست اور هاو سلو از يور جيت، هاو ماتش كان ات او هاو فاست كان ات ترانزيت فروم 1 تو 0 اور فروم 0 تو 1. الوقت مش زيرو تايم زي ما احنا بالعاده بنرسمه، عباره عن هذا الحدث هون بالنسبه لنا لما نرسمه خلال زيرو تايم، لكن بالعاده ما بيكون زيرو تايم، بيكون شغله زي هيك. طبعا راح نشوف التفاصيل. ايضا واحده من العوامل اللي هي النويز مارجن، which means how immune is your system to noise. شو هو النويز؟ النويز ضجة زي اللي صار قبل شوي، الشباب الموجودين برا كان صوتهم طالع كان يشوش علينا، تمام؟ يعني كم قدرتنا على تحمل هذا التشويش؟ ممكن نوصل لدرجة إنه التشويش الخارجي هذا إنه يأثر على عمل الساكت، بمعنى إنه يبدل القيم الونز والزيروز. التشويش اللي صار قبل شوي هو التشويش بالصوت، لكن التشويش اللي بنحكي عنه إحنا هو عبارة عن تشويش إلكتروني أو كهرومغناطيسي، خلينا نقول، لأنه أي جهاز في الدنيا في كارنت بتتحرك، هو بيصدر إشعاع كهرومغناطيسي. الآن هذا الإشعاع الكهرومغناطيسي، الأمواج الكهرومغناطيسية هاي ممكن إنها تروح لجهاز آخر تتحول مرة ثانية لموجات كهربائية وتصير تعمل تشويش عليه. هذا موضوع يعني بدخل فيه في الديزاين من ناحية يعني مجال بسموه EMC Electromagnetic Compatibility، وإنه قديش إنه الديفايس اللي عندي عمل limitation، الديزاين تاعه عمل limitation لهاو ماتش electromagnetic waves it can produce، مشان تقلل قدر الإمكان الانترفيرنس على الأجهزة الأخرى. فهذا الموضوع التشويش موضوع جدي جدا، يعني مش شغلة خيالية، والتأثيرات تأثيراتها أكثر مما تتخيله. فأنت عمل الديجيتال سيركت، now is your digital circuit immune to outer noise؟ هل هي عندها حصانة ضمان مناعة ضد التشويشات الخارجية؟ إذا كان نعم قديش، يعني قديش مقدار المناعة هاي مثلا؟ هل هي مقاومة جدا بحيث إنه with high levels of noise your circuit can still operate، ولا يعني بدنا الكم؟ هذا الرقم يعني بكفيش انه نعم او لا، لا في كم معين لازم نعرفه قديش هو، على اساس انه اعرف السيركت هاي باي ظروف راح تشتغل وقديش هي noise immune. ف the maximum noise voltages added to an input signal of a digital circuit that does not cause any undesirable change in the circuit's output. Of course, the undesirable change هنا مقصود فيها إنه you are intentionally giving the circuit a zero, but your the outer noise is changing this zero to a one or vice versa. فهي بعض ال characteristics اللي ممكن تحصل عنا نتيجة ل الاختلاف التركيب الإلكتروني. The way you construct your circuit الطريقة هاي راح تعني اختلاف في different types of characteristics، ومنهم هذولا الأربعة. اللوجيك فاميليز بالعادة أو من بداياتها من أول اختراع ترانزستور very early logic families كانت عبارة عن ال RTL. الآن نحكي شو معنات كل واحدة فيهم، شو معنات RTL DTL TTL اللي انتوا استعملتوها في مختبر اللوجيك في ECL، وبعدها بنروح لشغلات زي الميتال أوكسايد سيمي كوندكتر وغيرها اللي تستعمل منها أو تصنعوا منها البروسيسورز والأشياء السريعة واللي فيها high density gates أو فيها عدد gates كبير مطلوب إنه نختصرها بوحدة مساحة صغيرة. ف these are the different types of families. شو معنات family؟ نهج في التركيب، طريقة معينة في التركيب، تمام؟ إحنا رح ندرس هذول كلياتهم بالتفصيل، لكن بجوز بالأول لازم نحكي عن مصطلح صغير ويتعلق ب how many gates are required to implement your circuit. لأنه بناء على هذا الكلام رح يكون لك صنف، رح يكون لك مسمى. هاي الأصناف وهاي المسميات هيها موجودة عندنا هون. According to how complex your circuit is, you can either be one of these
4. تمام. طبعا ليش بحكي 4 هنا مع انه في مصطلحات ثانيه؟ لانه جرت العاده انه if you are above a certain number حتى الاسماء الجديده اللي صارت تطلق عليها بطلت انها او تستعمل بنفس النهج او السياق. خلينا ندخل للتفاصيل. فعندنا SSI. SSI means small scale integration. Integration معناها الدمج، بدنا ندمج الأشياء مع بعض، بدنا نعمل دائرة مدمجة، دائرة تحتوي على كل الـ components، مش discrete مع بعض، بدي كل الدائرة أبنيها على silicon chip. فـ small scale integration هو في الـ range، تمام؟ في الـ range of tens للعشرات. So the number of gates usually fewer than 10, limited by the number of pins، لكن هو مش أقل من 10، هو برينج العشرات. تمام؟ هذا small scale integration. فإذا أنت الجيت اللي عندك حوالين العشرة 10 20 هيك شيء، فأنت you are referring to small scale integration. الأعلى منه اللي هو الـ medium scale integration، أعلى من هيك، فالcomplexity تقريبا بين 10 ل، طبعا ما فيش حد فاصل تقول والله انا فوق ال 100 بعتبره medium scale integration. احنا هون بنحكي عن ranges، فاذا بتقول انت برينج العشرات معناته بتحكي عن small scale، اذا برينج المئات انت تتكلم هون عن medium scale integration. ف it's more complex than small scale integration من ناحيه عدد الجيتس، وكلياتهم لازم يكونوا موجودين على one silicon chip integrated all together. So شو نوع الديفايسز اللي ممكن تكون معموله بالميديوم سكيل انتجريشن؟ على سبيل المثال الديكودرز، الادرز، ريجسترز، كاونترز، هاي كلها ممكن تستهلك عدد جيتس اللي هو بهاي الفئه. طبعا زي ما انتم شايفين وعارفين مش كل الادرز نفس الحجم، مش كل الريجسترز نفس الحجم، وبالتالي يعني الكلام هون جنرال مش فيري سبيسيفيك. إذا بدنا نروح من الفئات الأعلى اللي هو مش فئات العشرات ولا المئات، فئات الألوف، هون نحكي عن large scale integration. So you have thousands of gates on a single package، وهنا ممكن تحكي أنت عن processor, memory chip أو programmable logic device. طبعا لما تحكي processor ممكن تحكي عن البروسيسور، early processor زي ال 8085 8086 processor او الاجل بعديهم، لكن بتحكيش عن sophisticated او advanced processor زي الموجود في الايام هاي، لانه صعب انه انت تيجي للبروسيسور وبالليميتد very limited capabilities، ويعني ما إلوش اي استخدام اليوم. وحتى لو بدك تعمل بروسيسور بهاي الطريقه ممكن الاريح انك تعمله بال newer technology than the old technology. فنيجي الان للمصطلح المشهور كثير اللي هو ال very large scale integration، وهنا بنحكي عن مئات الالاف. فهون رينج عشرات، مئات، الاف، مئات الالاف. very large scale integration and this contains hundreds of thousands of gates within the single package or single IC. Examples are large memory arrays, complex microcomputer chips. وإلها أسماء ثانية، يعني هاي الفيرجي لارج سكيل انتجريشن، يعني بعد المئة ألف إحنا ممكن نروح للملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين. في لهم أسماء زي ألترا سكيل انتجريشن أو سوبر سكيل انتجريشن أو جيجانتك سكيل انتجريشن، هاي المصطلحات الموجودة هون، لكن ما حدا بيعرفهم بهاي، أو يعني خلينا نقول إنه هاي الأسماء ما صارت globalized والكل بيسميهم بهذا الاسم. مجرد ما إنك تقول VLSI you are automatically referring to hundreds of thousands of gates and above. يعني هيك صارت التسمية عامة أكثر من specific names زي الألترا سكيل انتجريشن من وين لوين. انت بس تقول VLSI خلاص عندك high density من او density بتاعتك من عند مئات الالاف وروح للملايين زي ما بدك. تمام. فهي الاسماء مش مستعملة كثير زي الاسماء الاربعة الموجودة هون للتفريق بين عدد الترانزستورز المكونة او عدد الجيتس المكونة لكل واحد من هذه الجيتس.
So زي ما انتوا شايفين once you go from يعني small scale integration ممكن تشتغل عليه بشكل يدوي تعمل التصميم لكل السيركت ممكن يعني هون شوي medium scale integration maybe not so easy لكن على الأكيد مجرد ما تروح من هون وطالع هيك يجيك الـ automated software زي الـ HTML languages مشان تعمل الديزاين اللي عندك. اوكي فبالنسبه لللوجيك فاميليز اللوجيك فاميليز او شهير لوجيك فاميلي اللوجيك فاميلي از ا كلاسيفيكيشن اوف ا سيرتن تايب اوف تكنولوجي اونتو ويتش ذا الكترونيك ستراكشر اوف ا لوجيك جيت از بيلت. مثلا بدنا نعمل جيت معينه خلينا نسبق شوي في الماضي بعرف نرجع لهون لكن حابب اني اورجيكم صور شو المقصود في هذا الكلام. هي ابسط وحده هون طبعا الجميع ماخذ الكترونكس 1 ولا لا يفترض ماخذين الكترونكس 1 و يعني الكلام مش راح نحلل الكلام اللي هون تفصيلي 100% او نرسم له معادله نكتب له معادلات ونرسم كاركترستيك كيرفز لكن اللي موجود هون زي ما انتم عارفين عباره عن بايبولر جنكشن ترانزستور تمام. عندي هون الجراوند كونكشن مربوط على الايميتر هون جميع الكوليكترز مشبوكين على نقطه واحده هون في عندنا ريزيستر هون عندنا في سي سي وهذا الفي سي سي هون 3.6 فولتس. اوكي هذا التركيب له اسم ممكن هون تعمل هاي 3 انبوتس ممكن تزيد كمان واحد ممكن تقيم واحد ممكن تضيف كمان ريزيستر وتعمل له انفرجن للجيت هاي somewhere in the middle لكن هاي طريقه التركيب ماشي تختلف عن على سبيل المثال طريقه التركيب هاي هون زي ما انتم شايفين في دايودز هي موجودين هون هون ما في دايود في ريزيسترز ترانزستورز هنا في دايود وترانزستورز خلينا نروح لواحده ثانيه عندكم هنا ترانزستورز وترانزستورز تمام ف بحسب طريقه التركيب اللي عندك راح الكاركترستكس تاعت الجيت من ناحية البروباجيشن ديلي من ناحية الفان اوت من ناحية الباور ديسيبيشن من ناحية السويتشنج سبيد اللي بدكم اياه كلها هاي راح تفرق تمام. طريقة التركيب هاي هي العائلة فلما تقول على سبيل المثال انه انا عندي اي سي تشتغل او التكنولوجي اللي عندي او السيرتن فاميلي اللي عندي هي عبارة عن ار تي ال يو ار ريفيرينج تو ريزيستور ترانزستور لوجيك اللي هو هذا النوع من التركيب ريزيستور ترانزستور لوجيك او RTL. You can make the configuration هون وهذا الان اذا طلعتوا فيه اذا دققتوا فيه هو عباره عن NAND gate. ليش NAND gate؟ هاي كلياتها 3 input NAND gate. هاي عندنا A B C الانبوتس تاع NAND gate واحنا ماخذين الاوتبوت هون من عند الكوليكتر تمام. خليني أورجيكم ليش NAND gate بالأول وبعدها إن شاء الله بنكمل. طيب فالفولتج اللي هون الموجود عند VCC أوكي ممكن إنه يوصل للجراوند عن طريق أي واحد من الباتس A أو B أو C تمام. الآن في عندي هون ال VBE اللي هو الفولتج بين البيس والإميتر زي ما انتم شايفين. So any voltage above VBE بالنسبة لو نوضع على A أو على B أو على C راح يخلي هذا الترانزستور يفتح. شو معناته إنه الترانزستور يفتح؟ يفتح الترانزستور معناته الكرنت in the IB is enough to open the path between the collector and the emitter.
يعني بصير هدي التيار يوصل بين الكونكتر والإيميتر اللي هو اي سي هون اللي اخذته واي اي. ومجرد ما صار عندي هون ستريت باث بين هذول الاثنين هي عباره عن شورت سيركت، بمعنى انه النود اللي هون صار عباره عن جراوند، يعني الاوتبوت تبعه صار زيرو. بناء على هذا الكلام ممكن انه نرسم احنا هون جدول صغير يوضح لنا العلاقه ما بين اي الانبوتس A و B و C والاوتبوت، تمام؟ ف زي ما انتم شايفين لو اي واحد فيهم انعطى فولتج كافي راح يعمل شورت سيركت، وما دام عمل شورت سيركت معناته هذول الثانيين حتى لو عندهم لوجيك هاي الفاليو هون اللي عند الكوركتر راح يصير زيرو. So if any one of them، في حاله ال1 0 0 او 0 1 0 او 0 0 1 اي واحد فيهم يكون عنده لوجيك 1 اوتوماتيكلي الاوتبوت شو راح يكون يساوي 0. وايضا هاي بتشمل كمان حاله الزيروز، عفوا لا الحاله الونز، انه كلهم يكونوا ونز او انهم ثنتين يكونوا 1 اي ثنتين فيهم يكون 1. الحالة الوحيدة اللي الاوتبوت هون بيكون فيها يساوي 1 انه تكون الطريق هون مسكرة للتيار، بمعنى انه هون مش راح يكون عندي باث، يعني المفروض انه هاي تكون 0 تمام، هون مش المفروض يكون عندي باث انه هون تساوي 0 وهي تساوي 0. في هاي الحالة بما انه ما في تيار بمر من خلال الريزستر هاي للجراوند، معناته اي سي يساوي صفر، معناته التيار اللي موجود في هاي الريزستر يساوي صفر، بمعنى ان الفولتج هون عند واي راح يكون يساوي لمقدار في سي سي ببساطه، لانه اي سي يساوي صفر التيار اللي انت ساحبه من هون. بمعنى انه فقط في حاله واحده اللي هي في حاله الزيرو زيرو زيرو هاي تساوي 1. وهذا الجدول اللي هون لو اختصرناه مثلا لتو انبوتس اسهل ان نشوف، بس اذا بتدققوا فيه مضبوط هو جدول الناند، هذا عباره عن 3 انبوت ناند جيت بهذا الشكل 1 2 3 اي بي وسي، وهي عندنا اللي هي واي، هاي عباره عن ناند جيت. سهل جدا انه نعمل الناند جيت، والنور جيت برضه سهله. عشان هيك في اللوجيك كان في سيكشن، اذا بتتذكروا في الديجيتال لوجيك ديزاين كان في سيكشن اسمه implementation using NAND and NOR gates، والفكره تاعته كلياتها انه ممكن انا احول اي بوليان فانكشن عندي ل NAND only او NOR only، يعني ابدل كل الجيتس بحيث انها تصير يا اما كلياتها تكون NAND او كلياتها تكون NOR. ليش؟ NAND gates and NOR gates are more simple to construct من ناحية الترانزستورز than any type of gates، يعني عشان أعمل هون أعمل inversion كمان مرة بلزمني كمان الترانزستور، so it's more complicated، بتكلفني أكثر. إذا بقدر أعمل mathematical reformulation للfunction اللي عندي بحيث إنه يكون NAND gate only، هذا بيكون أفضل بكثير من ناحية هاردوير وبناء، تمام؟ فزي ما انتم شايفين يعني الترانزستورز هون الاوبريشن تاعها الفانكشناليتي اللي فيها قدرنا نحولها من دائره تشتغل بشكل مكونه من الكترونيك كومبوننتس للوجيك جيتس، تمام؟ الان بناء على الطريقه هاي راح يكون في راح يكون في كلام من ناحيه قديش الفولتج ليفلز المارجنال كاركترستكس المختلفه زي ما حكينا قبل شوي. فاللي شفناه المثال اللي هون هو من عائله ال RTL ريزيستور ترانزستور لوجيك RTL. العائله اللي اجت بعديها الموديفيكيشن او التحسين اللي اجى عليها اسمه DTL او دايود ترانزستور لوجيك. Both of these technologies they are present no more. هذول فقط لهم historical significance نستخدمهم احنا علم بس، انما وتروح مشلي ما في اي شيء بيشتغل على ال RTL او ال DTL. اللي موجود حاليا هو ال TTL
الاي سي ال والتكنولوجي المبني على المصفس اللي هي الميتال اوكسايد فيلد ديفكت ترانزستورز. تمام، اللي بتشمل هاي الانواع مش باي بولر الفتس. اوكي، ف تي تي ال كونسيدرد از ا ستاندرد. كثير من الشيبس الموجوده حاليا بتعتمد على تي تي ال. في بعض الاشياء اللي لازم نتعلم، على سبيل المثال كانوا يحكوا لكم في مختبر الديجيتال انه اني اوبن كونكشن في التي تي ال راح يعتبره لوجيك 1. ليش بيعتبرها لوجيك 1؟ طبعا هذا ناتج عن التركيب. اوكي، بالنسبة للوجيك فاميليز خلينا نحكي بتعتمد على شغلات غير البايبولر جنكشن ترانزستور. RTL, DTL, TTL والECL كلهم بيعتمدوا على البايبولر جنكشن ترانزستور. هون ما بتعتمد، تعتمد على ترانزستورز من تركيب آخر. مثلا they are suitable for high component density because the size of the transistor is smaller. لما يكون الترانزستور أصغر معناته تقدر تحط أنت ترانزستورات أكثر في نفس المكان، فالكثافة كثافة الترانزستورات يعني عددها بالنسبة لوحدة المساحة بيكون أعلى. أيضا الفتس والعائلة هاي من الترانزستورز استهلاكها أقل من التيار، السويتشنج سبيد تاعتها أسرع من البايبولر جنكشن ترانزستور، فهي preferable in system requiring low power consumption. كيف المعظم اللي بيصير في الأيام هاي الديزاينز كلها بتصير على هاي نوعيات من الترانزستورز TTL والECL. they are declining in use، بس زي ما حكينا في كثير systems صار تعتمد عليهم ولا زالت هاي الICs موجودة. اوكي، فالبيسك سيركت اللي ممكن تنعمل اسهل شيء نهتم لوجيك فاميلي اللي هي النان والنور جيت. مش معناته انه نقدرش نعمل اشياء اخرى، لا نقدر، لكن راح تكون مور كومبليكيتد ريكوايرينج مور ترانزستور. الترانزستورز اللي مستخدمه هي بولار جنكشن ترانزستور البي ان بي الموجود في الار تي ال اي تي ال والاي سي ال. تمام، هاي تو كاريرز. اوكي، بالنسبه ل يعني شو مقصود في التو كاريرز؟ المقصود انه مشان تشغل انت الباي بولر جنكشن ترانزستور بلزمكم الالكترونز الالكترون كاريرز والهول كاريرز، بينما بالفيتس او اليوني بولر هو ممكن بلزمك وان تايب اوف كارير حسب الشانل اللي عندك، ان شانل او بي شانل. عند هون أي استفسارات يا شباب؟ تمام دكتور، إن شاء الله. فخلينا نيجي لهاي الكاركترستيكس اللي طبعاً مش كلياتهم زي ما حكينا، لكن لهدول الأربعة ونحكي عنهم بالتفصيل. مثلاً نحكي عن الفان اوت، نشوف بعض التفاصيل. هاي عندنا هنا لوجيك جيت، نشرح مكتوب سهم ومكتوب جنبه اوتبوت هاي اي او اتش اي اوتبوت هاي اي للكرنت اوتبوت خارج وهاي كرنت انه هذا في حاله الهاي اللي هو اللوجيك 1 مثلا الهاي فولتج. من الجهة الثانية في عنا هنا gate ومكتوب هون IH يعني I input high I input high، وهون نفس الشيء gate الثانية I input high. يفترض بإني أنا ما أسمح بإنه أسحب تيار، يعني عدد اللوجيك gates اللي بحطه هون ما يتجاوز التيار اللي أصلاً ممكن يخرج من هاي الجيت، لأنه هذا التيار limited. نفترض على سبيل المثال أنه هذا التيار اللي هون 50 ملي أمبير على سبيل الفرض،
وانه التيار اللي بده يدخل هون في الاي انبوت هاي هو 10. That means انه ماكسيمم انا بقدر احط 5 جيتس. اذا بحط 6 جيتس الخمسه هذه 6 ماشي, the amount of current required as an input would be much lower than the current that is required to make the gate function. وبما انه التيار قد معناها انه الترانزستورز اللي عندك الموجوده في الداخل مش راح تاخذ الريكوايرد amount of current and voltage required to operate, وبالتالي مش راح تشتغل. بمعنى اخر انك مش راح تحصل منها على المتوقع من ناحيه لوجيك فانكشن. على النقطه اللي بتطلعوا هون في عندنا الاوتبوت لو, الهاي السهم خارج, الاوتبوت السهم داخل الكرنت ماشي. لو بيكوز البولاريتي راح تكون معكوسه فالتيارات راح تكون بالعكس. اوكي هون اسمها سينكينج. سينكينج يعني من سينك انك انت بتسحب تيار او you are vacuum the current, تسحبه لعندك لجوا بينما هون انت بتطلع التيار لبرا. نفس الشيء من ناحيه الاي اوتبوت لو, المفترض انه نفس الحسابات اللي صارت بالهاي تكون في اللو, لكن هل الاي اوتبوت لو يساوي هاي؟ مش بالضروره. يعني ممكن انه الاي اوتبوت هاي على سبيل المثال يكون اكثر, وبالتالي تعمل الحسابات ويطلع عندك 6 لوجيك جيتس, بينما لما تيجي تحسبها على الاي اوتبوت لو تلاقي انه 5, وبالتالي انت بتقول انه التوتال 5 مش 6. ليه؟ لانه دائرتك راح تكون بالهاي واللو وبدك تضمن انها تشتغل. So the standard load is usually defined as the amount of current load الحمل needed by an input of another gate in the same logic family. هاي مهم in the same logic family. هل بإمكاني إنه مثلاً أنا أركب RTL مع TTL أو TTL مع ACL بدون أي مشاكل, بما إنه كل واحدة فيهم تشتغل ب electronic characteristics أو electronic configurations مختلفة؟ هذا سؤال مهم. طب إذا مش ممكن, كيف ممكن إنه يعني نعمل conversion على الأقل للvoltage levels الموجودة بينهم؟ هل ممكن إني أشغل TTL مع CMOS two different families؟ فالكلام اللي هون characteristics اللي هون على افتراض إنه إحنا هون بنركب من نفس logic family. The output of a gate can supply a limited amount of current فقط لا غير. So you don't, you should not ever exceed this limited amount. Each input requires a certain amount of current from the gate output so that each additional connection adds to that load of the current. هون حطينا شوي, خلينا نطلع عليها. هنا طبعا هي عبارة عن فرضيات. فبقول لو افترضنا انه الـ I output high اللي هو هون هذا الكرنت المين كرنت, تخيلوها مي, تخيلوا انها عباره عن خط مي, وعندك المي هاي اللي بيطلع من عندك هون هو عباره عن 400 ملي امبير. اذا بدك تفهم التيار مضبوط شبهه دائما للمي, يعني اقرب تشبيه لحركه التيار. فعندنا اي اوتبوت هاي, عندنا هون 400 مايكرو ماشي. الاي انبوت هاي 40, يعني لكل واحد الانبوت له 40, كل واحد بده ياخذ 40, وهون طلع من عندنا قديش 400. طيب قديش اذا بقدر احط لوجيك جيتس هون 400, وهون عندنا 40, 400 قسمه 40 راح يطلع لنا الجواب 10. طيب بحاله اللو, بقول بحاله اللو 16 ملي امبير, بس الانبوت لو لكل واحده 1.6 ملي امبير. طبعا هاي الارقام الافتراضيه مره ثانيه, فلو قسمناهم على بعض بنفس الطريقه راح يطلع عندنا 10. هل ضروري دائما ان يكونوا هذول الرقمين متساويات, الانبوت هاي والانبوت لو, او الفان اوت في الهاي وفي اللو ضروري دائما يكونوا متساويات؟ اكيد لا. هون بس بالارقام اللي اعطانا اياها طلعت الارقام متساويه, فمش بالضروره هاي الحاله تكون موجوده دائما. إيه لو ما كانتش موجودة بدي أخذ أنا على الأقل عدد الجيتس الأقل مش الأعلى لضمان الأوبريشن. تمام.
الباراميتر الاخر اللي بنطلع عليه اللي هو الباور ديسيبيشن، فكم الباور اللي توصل لجيت معين. الان الموضوع كومبليكيتد شويه صغيره، ليش؟ لانه لما بتحسب الباور في العادي بتتخيل الموضوع كانه عباره عن كونستانت، بتيجي تقول الباور هي عباره عن الفولتج تايمز الكرنت وخلصنا. لكن الفولتج تايمز الكرنت اللي عندك، الكرنت اللي عندك مش ثابت، مره هاي مره لو، والهاي لا يساوي اللو، والدائره شغاله بترانزيشن من واحده لواحده. فكم الاماونت اوف باور اللي عندك؟ مثلا هون اذا تشوف صح معطينا اياها ارقام افتراضيه نوعا ما لها اصل هاي الارقام، لكن انتبهتوا انه التيار اللي انت بتطلعه في حاله الهاي 400 مايكرو، قلنا حكيت يمكن ملي قبل شوي، 400 مايكرو امبير ماشي، هون 16 ملي امبير، في فرق كبير بين هاي مايكرو 10 قوه ناقص 6، هون 10 قوه ناقص 3، ففي فرق هائل في التيار اكيد. With the same amount of voltage الباور رح تكون في حاله الهاي غير عن الباور في حاله اللو. طيب اي واحدة فيهم انت بدك تاخذه؟ كيف بدك تحسب الباور؟ تعمل averaging على سبيل المثال؟ كيف بدك تعطي ريتنج لهاي الجيت قديش بتستهلك باور؟ قبل شوي مرق علينا رقم اللي هو 12 ملي وات. طب يعني هذا الرقم يعبر عن هاي لحاله الهاي ولا حاله اللو، حاله الورست كيس كونديشن ولا حاله الافريج، اي واحدة منهم بالضبط اللي بنتكلم عنها؟ فهذا بيجاوبنا عليها هاي المعادله الموجوده هون. So, من ناحية definition, it's the power delivered to the gate, and هذا لا يشمل ال power اللي بتيجي من gate ل gate نفسها. بمعنى آخر نرجع للرسمة تاعتنا، لأن هاي ال gate مكونة من transistors زي ما شفنا قبل شوي. هاي transistors ده تأخذ ال power supply تبعها من external sources. فهون خلينا نرجع لهاي، هاي هون إحنا معطينها ال power من external source، فإحنا هون منزود في فولتج ومزود في كرنت. الجيتس اللي هون هاي الانبوت او الجيت هاي كامله راح تاخذ الباور تاعتها من الاكسترنال سورس. When you connect another gate to this زي هون، طب ما هي راح تعطيها الباور اللي احنا بنتكلم عنه، هو الباور اللي واصل من الاكسترنال سورس بدون الباور اللي جاي من جيت اخرى. تمام؟ ف only power delivered from the input gate from the outer source, the power delivered from an input gate is not included في هاي الحسابات. The power dissipation في integrated circuit بيعتمد على عدد الجيتس الموجودة فيها. If you calculate مثلا the power of one gate when your IC has four gates, معناته total power هي عبارة عن 4 times the amount of power needed for one logic gate. الباور راح نحسبها من خلال الفولتج VCC ومن خلال الكرنت IC الكوليكتر كرنت، على افتراض انه هون بنشتغل احنا في الباي بولر جنكشن ترانزستور. And the power is the product of both of these terms. فخلينا نشوف كيف هو حاسب هون وعن ايش الترم بقصد بالضبط. الكرنت اللي موجود عندنا two types of current اللي هو ال IC high وال IC low، الكوليكتر كرنت في حالة ال high والكوليكتر كرنت في حالة ال low. لأن الترم يعني إنه بدنا نعمل نوع من ال averaging ما بين ال high وال low. عفوا، فبدنا أجمع ال high وال low أقسمه على اثنين كنوع من ال average، ونفس الإشي واضرب البرودكت اللي بيطلع عندي اضربه في الفولتج. طبعا هذا الافرج باور مش ضروري بالنهايه انه يكون هو الاكتوال، لانه زي ما قلنا احتمال انكم هون تشغلوا مثلا يكون عندك للزيروز اكثر، وبالتالي انت بتسحب كرنت اكثر من انك انت بتعطي وانس او بروفايد كرنت. يعني بالارقام اللي هون انت قاعد تستهلك في اللو ب 16 ملي امبير اكثر من الونس، وبالتالي مش ضروري انه الافتراض هذا يكون اصلا صحيح. لكن هذا عباره عن الفيجر، خلينا نقول هو عباره عن افريج، ف
زي أي معدل في الدنيا. المعدل ما بعطي التفصيل، هو بعطي صورة إجمالية لكن ما بعطي التفصيل 100%. فهذا المقصود بالـ average power dissipation. average power dissipation هو عبارة عن الـ high والـ low، معمولهم averaging اثنين مع بعض، لكن at any given time ممكن الـ power اللي عندك يكون أعلى من هذا الـ average أو أقل من هذا الـ average. الـ characteristic الثالث هو الـ propagation delay. زي ما بتعرفوا الـ logic circuits مفروض تشتغل بشكل سريع، هذا هو هدفها. فلأنه هون بنعمل إحنا الICs اللي transistors، وهي عبارة عن actual physical elements، وهي physical elements ما بتعمل transition من واحد لزيرو زي ما إحنا بنحبه، زي ما إحنا بنرسمه على الورق. هذا الفاكتور موجود الآن. قديش هذا الفاكتور significant، قديش الجيت هاي سريعة، هذا الفاكتور اللي بيقيس له propagation delay. So the signals through a gate take certain amount of time to propagate from the input to the output. This is measured in nanosecond. تمام، سكيل تاعه 10 كوب ناقص 9 سكند. سريع في عالم البشر في سكيل تبع البشر، لكنه في سكيل تبع الالكترونكس لما يكون انت عندك operations بال وفريكوانسز في الميجا هرتز، هذا وقت يعني مش وقت صغير. في عندنا two times، وهذول two times مش ضروري انهم يكونوا متساويين، اللي هو التايم الاول الترانزيشن تي فور ترانزيشن، الترانزيشن فروم لو تو هاي تي بي ال اتش، لو تو هاي، لو تو هاي، او الترانزيشن فروم هاي تو لو. تمام، ونفس الشيء مش بالضروره هذول التو تايمز يكونوا متساويين، يعني مش بالضروره انه الترانزيشن فروم 0 تو 1 اور 1 تو 0 انه يكون متساوي. ايضا شغله ثانيه، they will both vary with loading conditions. هاي اي مشكله، هاي loading conditions. ليش they vary with loading conditions؟ خلينا اورجيكم هنا صوره لدائره، على سبيل المثال هاي الدائره شكلها complicated، لكن احنا بدناش نطلع على الشغلات المعقده اللي فيها، بدي اياكم بس تنتبهوا هون ماشي الحال. لان هاي الصوره هي ل open collector TTL، بغض النظر عن اسمها، زي ما انتم شايفين الاوتبوت اللي هون اوكي موجود عنده لود، حتى بدون اللود الموجود هون. خلينا انه نشوف اي صوره ثانيه، مثلا هون شايفين كيف انتم ماخذين هون الاوتبوت. هذا الاوتبوت المفترض انه يكون يعني يروح لستيج بعديها، يا اما بده يروح للوجيك جيت ثانيه، او بده يروح لاوتبوت تو درايف ا سيرتن لود، وات ايفر ذات لود مايت بي، ات هاز ا ريزيستنس. هذا اللود له ريزيستنس، ممكن يكون له بيور ريزيستيف ار، ممكن يكون جزء اندكتيف، ممكن يكون جزء كاباسيتيف، منعرفش يعني في شيء. خلينا نقول انه كل واحد من الديفايسز اللي في الدنيا فيه له هاي ثلاث انواع من اللودز. طيب على ايش الموضوع هذا بده ياثر؟ اذا بتتذكروا في الالكترونكس امبليفايرز لما كنت تحط امبليفاير درايفنج انذر امبليفاير، بقيتوا تدوروا على شيء اسمه الانبوت ريزيستنس للامبليفاير، لانه الامبليفاير عفوا الامبليفاير الثاني هو عباره عن لود على الامبليفاير الاول، فالامبليفاير الاول بتطلع على الامبليفاير الثاني وكانه عباره عن لود، عباره عن ريزيستر له سيرتن انبوت ريزيستنس، سيرتن كاباسيتيف ريزيستنس الى اخره. طيب على ايش بياثر كل هذا الكلام؟ بتعرفوا التايم كونستانت تاو في الار سي سيركت، ممكن اخذتوها بمختبر السيركت، تاو يساوي ار سي التايم كونستانت. هذا والكاباسيتر عباره عن تشارج وديسشارج، فكل ما كان الكاباسيتنس الايفكت اعلى معناته في عندي الاماونت اوف ريزيستنس والاماونت اوف كاباسيتنس راح يكون لها سيجنيفيكانت فاكتور في هاو فاست يو ترانزيت فروم 0 تو 1 اور فروم 1 تو 0. ايديالي انا ما بديش كاباسيتنس نهائيا، ما بحب الكاباسيتورز، لكن غصبا عني موجوده كاباسيتنس، هي فيزيكال اليمنتس، هي عباره عن جنكشنز،
والجنكشنز فيها ستري كاباسيتنس اوريدي، مش بس الانهيرتد كاباسيتنس الموجوده في الـ في الـ في الديفايسز نفسها، كمان الوايرز نفسها اللي ماشي جنب بعض ممكن يكون فيها كاباسيتنس. لا حط تو وايرز جنب بعض، تو كوندكتورز جنب بعض، هي صاروا عباره عن كاباسيتنس. طبعا الايفكت بيختلف باختلاف الفريكوانسي، لكن في النهايه المبدا واحد. طريقه الكونفيجريشن للدائره على البرينتد سيركت بورد لها نفس الايفكت، فهي الشغلات موجوده. طبيعة اللود اللي عندك ممكن يغير في هاي الشغلات. ف this is an important factor when designing integrated circuit. You may consider an average time delay. إذا تحب تحسب التايم ديلي، مثلاً حكينا في بداية الكورس كنا نعطي AND gate ونقول إنها time delay تبعها 30 نانو سكند. أوكي، هاي 30 نانو سكند هي في حالة transition من high للlow ولا low للhigh ولا الaverage إلها، or what is exactly this number. ممكن تقول إنه هو عبارة عن، أو ممكن تحكي إنه أنا بدي أخذ worst case scenario. لكن loading conditions هون إلها significant factor في هذا الموضوع. عشان هيك موضوع التصميم تبع اللوجيك ديفايسز مش موضوع سهل بانه انا اعمل بوليان فانكشن وتروث تيبل وانتهى. الموضوع مش بيور ماثيماتيكال وانتهى وتطلعت الماثيماتيكال ايكويشن اللي بتحكم النهائي، لا الموضوع معقد اكثر من هيك، لانه في كثير فاكتورز لازم تدخل في عين الاعتبار. So in other times, هم بقول it's more important to know the maximum delay of the gate rather than the average value of here. Of course, if you're taking the worst case scenario في هاي الحالة. الفاكتور الرابع هون اللي بنحكي عنه اللي هو noise margin. The noise margin basically how immune is your circuit to noise. زي ما شفت المختبر الديجيتال في اللو في لك certain amount of خلينا نقول of variance بين للزيرو و certain amount of variance range للlogic 1. شو بصير إذا أنت تجاوزت هذا الرينج؟ اللي بصير عندك إنه النتائج مش راح تكون مضمونة، لأنه basically أنت ما التزمت لا برينج الزيرو ولا برينج الون، وممنوع تكون في النص. خلينا نطلع على هاي الفيجر نفهم منها أكثر. For a certain logic family, هذا عبارة عن الـ output voltage range. مسموح لك إنك تكون ما بين الزيرو لعند الـ output low. Whatever this number might be, مش مهم. ولا الـ high, أنت ممكن عندك الحد الأدنى هون بـ output high لعند الـ VCC. ممنوع تكون هون في الوسط. تمام؟ لأنه مش رح نعرفك لا أنت زيرو ولا أنت one، والbehavior تاعت السيركت راح تكون مش انها ما تشتغلش، لا هي من ناحيه electrical characteristics. بس المشكله انه ترانزستور اذا بتتذكروا من الالكترونكس مش راح يشتغل بالساتوريشن مود. الساتوريشن مود هو المود اللي الترانزستور بيشتغل فيه كسويتش، يا اما زيرو او 1. غير هيك الترانزستور عندك راح يشتغل كامبليفاير، واحنا في السويتشنج والجيت ما بدنا اياه يكون امبليفاير، بدنا اياه يا اما يشتغل في الكت اوف ريجن او في الساتوريشن ريجن، ما بدناش اياه يكون في رينج الامبليفاير. هون احنا مش ندور على تكبير لاشارات او امبليفيكيشنز، تمام؟ فما بدنا اياه يكون موجود هون. اذا كان موجود هون النتائج غير مضمونه على الاطلاق. بالنسبه للانبوت، if you consider this as an output and this is the input of another device، ماشي الحال، بقول انه عندك للانبوت مسموح لك تكون ما بين في سي سي وما بين الفي انبوت هاي. زي ما انتم شايفين هاي هون اعلى من الفي اوتبوت هاي، اعلى في المطلق مش في القيمه. بمعنى اخر انه في عندك هون certain amount of tolerance ممكن انت تكون موجود فيه. كل ما كانت هاي اكبر كل ما كنت انت مور اميون تو نويز، لانه افترض انت موجود بالضبط عند هاي due to some certain restriction، واجى عندك نويز خارجي، تشويش خارجي،
وهذا التشويش الخارجي رفع الفولتج اللي عندك او خفض الفولتج اللي عندك اكثر من المسموح فيه, اكثر من النويز مارجن, which means you are going to be somewhere here. في هاي الحالة انت مش مضمون انك انت الانبوت تبعك 1 ولا 0 وتدخل في منطقة الانون, ما بنعرف. كل ما كانت النويز مارجن هاي اعلى كل ما كان الوضع افضل, لانه احنا بنتجنب الانسرتينتي في الموضوع. طبعا في الهاي نويز مارجن واللو نويز مارجن نفس الشيء. وين الدائره عندك بدك تشتغل؟ هذا يعني سؤال مهم. هل انت بدك تشغل الدائره هاي في بيت, ولا بدك تشغل الدائره هاي في الفضاء, ولا بدك تشغل الدائره هاي بجبل منطقه مرتفعه في البرد, ولا بدك تشغل هاي في منطقة استوائية حارة؟ كلها هاي العوامل بتفرق في مثلاً الايسز اللي تستعمل للأغراض العسكرية على سبيل المثال من نفس اللوجيك فاميليز هاي بتكون مبنية بطريقة انها تتحمل عوامل خارجية اعلى. يعني الاي سي نفسها 7404 تاعت التي تي ال 7404 تاعت التي تي ال اللي تستخدم للأغراض المدنية في إلها واحدة مقابلها لها بالضبط اللي هي 5404 تبدأ بخمسة بدل سبعة, وهي for military use لأغراض العسكرية أو لأغراض التحمل العالي. شو الأغراض العسكرية تعرفها بالضبط يعني هذا الناس بتختلف عليه, لكن إنه قدرتها على التحمل تختلف عن الـ other version من الـ IC. اوكي ف في شيء هون ما حكيناهوش. اوكي سو دي سي نويز والاي سي نويز بيزيكلي انه هل انت عندك النويز ناتج ستاتيك مستمر دائما ولا هو عباره عن التريت كرنت نويز, ممكن يكون اي نوع من السبايكس او السيجنالز اللي بتيجي وبتروح فجاه. سو اول اوف ذس از كونسيدرد نويز, شيء مش مرغوب فيه. This is your safety margin اللي مش لازم إنه نتجاوزها. أي أسئلة لعند هون قبل ما أنا أسألكم هسا؟ طيب متذكرين إلكترونيكس ولا لا؟ في شيء اسمه HFE له اسم ثاني, شو هو اللي هو هذا؟ عندكم فكرة؟ الهايبر باراميترز ولا مش هو؟ بالH باراميترز نعم صحيح, وبالH باراميترز بس هذا له اسم مشهور كثير HFE مستعمل كثير في العلاقة ما بين الكوليكتر والبيس كرنت اي سي واي بي. لما بدك في اللينير ريجن تحسب انه بناء على قديش فولتج كرنت, عفوا قديش عندك بيس كرنت, بدك تحسب الكوليكتر كرنت. بيتا اتوقع. نعم هي بيتا. نعم بيتا اتش اف اي او بيتا معامل الامبليفيكيشن ما بين البيس كرنت والكوليكتر كرنت. فعندنا المعادله في اللينير ريجن اللي هي IC يساوي بيتا في IB إذا بتذكروها من الإلكترونيكس, أكثر معادلة مستخدمة في linear region. بس هذه كيف فقط تنطق, يعني linear region, linear region يعني أنت موجود بين هذول النقطتين, بعد هون بين تقريبا بين هاي المنطقة وبين الكات أوف هون. طبعا ليش كات أوف؟ لأنه الكرنت عندك يساوي زيرو, وهنا الساتوريشن region اللي هو يا اما بكون شغال على الماكسيمم او مش شغال, او ساتوريشن شغال على الماكسيمم والكت اوف مش شغال نهائيا اللي هم السويتشز اللي بعطونا يا اما زيرو يا اما 1. اما المنطقه اللي بالوسط اللي كثير انتم اشتغلتوا عليها في الالكترونكس اللي هي اللينير ريجن اللي بتنطبق فيها معادله بيتا تساوي اي سي اوفر اي بي, فهذا في البايبولار جنكشن ترانزستورز هذا موجود. فكأناليسيس سريع او تذكير سريع,
عندنا هنا دائرة amplifier VCC، عندي collector resistor base resistor، وعندنا هنا الاميتر. فمشان هاي الدائرة تكون biased المفترض أن يكون عندي voltage أكبر من VBE اللي هو عادة يساوي 0.6-0.7، هنحط بين 0.6-0.7 regardless. فمفروض يكون فوق هذا الفولتج على أساس أنه once you bias this junction معناها أنه في current رح ينتقل ما بين الكوليكتر والإيميتر، وهذا معناه أنه رح يكون في عنا فولتج على هاي الريزيستر، لأنه إذا كانت current zero معناته V تساوي I في R على الريزيستر أيضا zero، وبالتالي إذا هذا الفولتج دروب عليها zero رح يعني هذا أنه VO تساوي VCC، أو في حالة أنه عندنا كان في كوليكتر current تمام للأسفل، V output هي عبارة عن VCC ناقص الفولتج دروب اللي على الريزيستر بغض النظر قديش رح يكون تمام. فهي المعادله طبعا هون عندنا الكاركترستيك كيرف للفي بي اي اللي هي عباره عن دايود عادي، يعني الفي اي كاركترستيكس على الار بي كاركترستيك للدايود، الفورورد بايس 0.6-0.7 والعلاقه بين التيار، هو في بي اي عباره عن دايود تمام. فخلينا نشوف شو في معلومات هون عندنا. بقولنا انه الكت اوف لما يكون في بي اي اقل من 0.6 فاين، it's an open circuit VCE تمام. بما انه open circuit معناته V out يساوي VCC. IB و IC both are equal to zero. Yes. The active region بين ال 0.6 وال 0.7. Okay, this is where your equation applied. The IC يساوي beta في IB. This applies. ماشي. تكون هاي شغالة. VCE أكبر من 0.8 volts بهاي الحالة. في saturation اللي هو فوق، يعني بنحكي هون عن هاي الريجن saturation، عن قيم IB عالية 0.7-0.8، المعادلة بيتا تساوي IC over IB does not apply anymore. انت خلص بتروح لمنطقة saturation current، المفروض ان يكون IB أكبر أو يساوي IC over beta لـ saturation current في النهاية. يعني نتكلم هون عن هاي الريجن، هاي النقطة تحديدا. طبعا النقطة هاي مش actual 100%، لأنه ما ننساش أنه VCE إحنا نأخذه تقريبا أنه يساوي صفر، لكن في العادة هو مش يساوي صفر، إله حد أدنى هون حاطط لنا إياه أنه 0.2 تمام. فلو جينا بدنا نحسب هاي الدائرة، نحسب الكرنتس اللي فيها، في عندنا هنا VBE، فV input تساوي IB في RB زائد VBE موجودة هون. فلو افترضنا انها 22 كيلو، 5 ف 5 ناقص 0.7 4.3 مقسوم على مقدار الريزستر اللي هو 22، بيطلع عندنا هنا 0.195 ملي امبس. IC في هاي الحالة يساوي VCC ناقص VCE، VCC هون معطينا إياه 5، 5 ناقص 0.2 على مقدار الريزيستر 1K 4.8 ملي أمبس. وهون بقارن يورجينا إنه العلاقة هاي صحيحة، إنه IB أكبر أو يساوي IC على بيتا، يورجينا إياها إنها valid. وحتى إنه يورجينا إنه أنا ما بقدر إني أطبق علاقة IC يساوي بيتا في IB اللي هي هاي في حالة الساتوريشن، إنه هاي بتكون المعادلة خطأ، هاي فقط تنطبق في حالة الأكتيف ريجن. شغلنا كلياته هون راح يكون على الساتوريشن، مش راح نشتغل في اللينير، أو بالعكس راح نحاول نتجنبها قدر الإمكان في موضوعنا. Okay, so what is next to come? Next to come إنه بدنا نتعرف على العائلات هاي، بدنا نأخذ ال RTL وال DTL كexample تعليمي، نشوف كيف ال RTL يتحسن في DTL وكيف ال DTL يتحسن لل TTL، وبدنا نشوف ال TTL وال ECL يعني ندرس عنهم بشكل مختصر مش بشكل تفصيلي. مثلاً هون هاي عن ال TTL، نشوف different configurations، different effects اللي بتصير على السيركت ناتج عن الاختلاف في التركيب. وبعدها كمان بدنا نروح على
الميتال اوكسايد سيمي كوندكتور ترانزستورز بندرس هاي الكونفيجريشنز ونعمل مقارنات بينها في النهايه. ف يعني ان شاء الله ما بنروحش لمواضيع معقده, علما انه التعمق في هذا الموضوع يعني في تفاصيل كثير. للي منكم مهتم وحابب انه يدخل فيه لازم يدرسه قبل ما انه يروح لمرحله التصميم. تمام يا شباب, هل لديكم اقوال او استفسارات اخرى؟ دكتور, هاي الماده مش موجوده على الموديل صح؟ طبعا هاي جديده, مش جديده, خلينا نقول يعني جديده بمعنى انه اضفناها هذا الفصل, لا هي مش موجوده عندكم على الموديل. السلايدز اللي هون الجداد منهم رح اعملهم انا بملف لحالهم واوديهم على الموديل, وزي ما قلت لكم بدكم ترجعوا لموريس مانو في الشابتر الرابع او الشابتر 10 فيرجن 4 من الكتاب. فيرجن 5 مش موجود فيها هذا الكلام. فبالنسبه للماده والماتيريال والكتاب ما تقلقوش. تمام دكتور, ان شاء الله يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه يا شباب.